صحيح كابتن اسامه، الف مبروك. يمكن احنا جينا في فتره من فترات الشوط الثاني كنا بنقول نجيب هدف ونحافظ عليه، بس نطلع كسبانين 3 نقاط. في مباريات طبعا بتبقى عايز المكسب فيها باي طريقه، وده اهم حاجه اتحققت النهارده. صحيح. لكن هو على مستوى الاداء طبعا في تباين كبير جدا بينه وبين المباراه اللي فاتت، ويمكن احنا قلنا الكلام ده من بدايه الاستوديو، مش كل مباراه تبقى بنفس الشكل، لكن في بعض الاخطاء اللي حصلت سواء في الشوط الاولاني من عدم التكمله كويسه من نص الملعب مع الثلاثي الامامي ووقوف حمدي وبدر بنون وايمن اشرف 3 على لاعب واحد في الامام اللي هو فادي فريد، ما كانش فيه زياده فيها من النواحي الفنيه. الشوط الثاني تغييرات كانت مهمه، وقلنا الكلام دوت انه لازم يا شريف يا حسين الشحات يا عبد القادر ينزل في بدايه الشوط. هو مستر موسيماني ما فاتش 3 4 دقائق او 5 دقائق تحديدا، ونزل شريف وطلع محمد هاني ولعب اكرم توفيق ناحيه الباك رايت. فاحنا قلنا كان ممكن التغيير ده يبقى بين الشوط، لكن هو عمله بعد 5 دقائق لانه كان محتاجينه. وفعلا شريف اول ما نزل زود الناحيه الهجوميه وقدر يجيب جون، ثم تغييرين لمكسوني وبيرسيتاو برضو كانوا مهمين لان هم يعني تعبوا، الحركه قلت، نزل احمد عبد القادر وحسين الشحات، فعملوا يغيروا في الشكل الهجومي. كان ممكن نكسب في الفتره دي اكتر من هدف في الفتره الاولانيه. بعد كده بقى حصل تراخي، تراجع، سيطره من فرقه البنك الاهلي، والتغييرات اللي كابتن خالد جلال برضو نحييه على التغييرات اللي عملها، زودت الناحيه الهجوميه سواء اسامه فيصل ولا موسى دياوارا ومحمود قعود، زودوا الناحيه الهجوميه. وطبعا كانوا خسرانين 1-1، انت ما قدرتش تجيب الجون الثاني على طول عشان تهمد المباراه بلغه الكوره، فدخلوا في المباراه لغايه اخر ثانيه، فالمباراه اصبحت مفتوحه من الجانبين. كان ممكن هم يتعادلوا، وعلي لطفي النهارده ممتاز في اكتر من كوره، وكان ممكن انت تجيب الجون الثاني بكره حمدي فتحي. لكن في النهايه الحمد لله ان احنا حصلنا على 3 نقط قبل مباراه الزمالك المهمه طبعا.